في شقفة مني هيك مبسوطة لأنه أنا وصغيرة كنت مأثرة بجو العائلة إنه الأنصار وكذا، كنت روح أحضر الجيمات بالملعب، بس إنه منيح إذا بيربحوا الأنصار. تيتا على أكيد تنبسط لأنه تيتا هلأ بعدها بتحط الفوتبول وبتشجع الأنصار، صار لها مدري قديش يعني. يمكن بحس يمكن شوي ميال للأنصار نتيجة إنه تاريخ حافل لهذا النادي على سنين طويلة، فبظن إنه شيء حلو يرجع هيك يتصدر الدوري. هذا الشعور طفولي يعني من زمان لأنه بشجع نجمي من أنا وصغير. نجمي نجمي عادة كنت مع النجمي، بس لأنه الأنصار تحسنوا آخر فئة يعني السنة الماضية كان وضعهم عاطل، بس السنة تحسنوا ورجعوا الجمهور وهيك ما أعرف ليش عندي شعور هيك حابب الأنصار يربحوا. مع النجمة لأنه بحب لعبه لخالد تكجي وبحب صوته كمان لأنه بغني وصوته حلو كتير. مهضوم بعقد من جمهور النجمة، هلأ ما يزعلوا مني جمهور الأنصار بس أنا بعقده. صار لازم تعرفوا إنه أنا أكره الفوتبول، أنا مش مع حدا. نحن مع العهد فإذن، بس مع البرازيل أساسا يعني. عم نحكي عن بطل لبنان لسنوات وسنوات وسنوات، هلأ نحن أنه لازم نعطي تشانس لفرق تاني، بس النجمة يعني كما كان وسيكون هو البطل الأبدي. ما عم تابع الدوري صحيح بسبب الانشغالات، بس عم شوف بعض اللقطات لبعض المباريات، وبعتقد اللي صار بمباراة النجمة والعهد من بعدها بمباراة الأنصار والصفا شيء بيعطي نافذة أمل كتير مهمة للفوتبول. لازم نعرف نستغل عودة الجمهور للملاعب، بتعني عودة الروح، هذا شيء كتير مهم، والأمل كبير أنه يستمر لأنه بيكون رجع الفوتبول فعلا على السكة المضبوطة على مستوى الدوري اللي